صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو مختلف شويه. النهارده هندخل المطبخ وهنعمل مع بعض العصاج، تمام؟ ده طبعا انا بعمله، يعني كان طلب مني كتير. عاملين لنا بقى حاجات رمضان، بدايه تفريزات رمضان، ورمضان كل سنه وانتم طيبين على الابواب وكده. طبعا انا ده مش هعمله رمضان، انا ده هعمله، ده اللي بعمله برضو قبل رمضان، بعمل كميه وبشيله رمضان. فطبعا ده انا هستعمله لسه بدري على رمضان، بس انا بقول لكم يعني ده اساسي عندي في رمضان، تمام؟ عشان بعد كده ان شاء الله لما قبل ما يجي رمضان هعمل حاجات خلاص مش هعمل بقى ده، تمام؟ انا بعمل عصاج ايه بقى؟ ما بعملش عصاج اللحم، بعمل عصاج الفراخ. انا عندي هنا في البيت كلنا بنحب اكتر حاجه الفراخ من اللحمه، تمام؟ فطبعا رحت كنت بجيب صدور الفراخ وافرمها. انا عندي طبعا المفرمه بتاعتي، انا بحب افرم كل حاجه في البيت، بس لو ما عندكيش مفرمه ما تقفيش، تعمليه في الكبه، بيتعمل في الكبه سهل جدا جدا جدا، تمام؟ كنت بجيب صدور الفراخ وبفرمها وبعملها عصاج. جاء الراجل بتاع الفراخ اللي هو الفراركي، قال لي طب يا مدام احنا عندنا حاجه تانية. ده الكلام ده بقى لي فتره بس عامله، حاجه اسمها شاورمة الفراخ، تمام؟ ايه شاورما؟ هي تقول له انا عايزه شاورما، عايزه فراخ شاورما بتبقى نيه، هي دي اسمها شاورما، بتبقى متقطعه كده تقريبا، بيبقى من الكتف او حاجه زي كده، ده الكتف. دي بتبقى ارخص من الصدور ب 20 جنيه، يعني دي ب 50 جنيه، والصدور انا جايباها امبارح ب 72، يعني تقريبا ارخص منها ب 20 جنيه. بعمل فيها ايه بقى؟ طبعا بجيبها واغسلها كويس جدا. انا بجيب الفراخ منين؟ لاهل اسكندريه اللي عارفين الاماكن، بجيبها من سوق كام شزار، تمام؟ كام شزار في هناك بتوع الفراخ كتير جدا، تمام؟ اللي هو اسمه سوق شيديا. بجيبها بقول له اديني شاورما، بيبعتها لي على البيت. دي ب 50 جنيه، جايباها امبارح، بغسلها كويس قوي، ده كيلو بغسله كويس قوي. بعمل بقى منه ايه؟ الهامبرجر، بعمل منه الكفته، بعمل منه العصاج، اي حاجه مفرومه بعملها منه، تمام؟ حلوه جدا وموفره جدا، وهي لو حاجه مش حلوه بعين بيبقى فيها دهون بسيطه جدا، دي برضو بتديها طراوه. انتوا عارفين الفراخ برضو زي الوراك بتبقى، يعني بتبقى شويه فيها طراوه عن الصدور، بحيث اللي هي بيبقى فيها شويه دهون صغيره، يعني بصراحه جميله. جربوها وما تنسوش اسمها شاورما. بغسلها طبعا وبفرمها في المفرمه عندي، يا اما في الكبه لو مكسله اعمل في المفرمه، بعمل في الكبه، تمام؟ ده كيلو، بحط عليه تقريبا نص كيلو او اكتر بصل، بحط عليه اهو نص كيلو او اكتر بصل، وبحط قصدي ربع كيلو جزر مبشور، واتنين تلاتة فلفل رومي، تمام؟ وطبعا ملح وفلفل. ومع الملح والفلفل اكتر حاجه بحبها في البهارات، قلت اقول لكم برضو عليها، الكبابه الصيني. طبعا في كتير اكيد عارفينها، وفي برضو ممكن ما يعرفوهاش. الكبابه زي ما انا قلت لكم، البهارات اللي بستعملها الكبابه الصيني، اللي هي دي اللي هي فلفل اسود كبير كده، يعني هي في نفسها فلفل اسود بس كبيره. دي احلى بهارات بصراحه، بتدي طعم في اللحمه، في الفراخ، في السمك، في اي حاجه. دي انا بحطها، دي اساسيه عندي في البيت، زي الفلفل الاسود والملح كده، تمام؟ عايزين تزودوا بهارات تانية اوكي، بس دي بقى فيها كل حاجه، تحسي فيها القرفه، فيها الجوز الطيب، فيها حاجات كتير كده شامله، يعني سبحان الله هي بتدي الطعم. انا بجيب تمن، ما بحبش اكتر، لان انا بحب البهارات يعني بحبها طازه بصراحه. فبجيب تمن او ربع واشيل بقيته في الفريزر، تمام؟ وبطحنها عندي، بحمصها شويه وبطحنها عندي، بتبقى كده، بتبقى باودر كده، ريحتها تحفه، تمام؟ والملح والفلفل. يبقى احنا كده اتفقنا، الشاورما هفرمها، والبصل هفرمه، وده الجزر اهو مبشور، والفلفل برضو يعني هعمله حتت، والملح والفلفل والبهار. ده على فكره ده موفر جدا، يعني ده ممكن في الاخر يطلع لك كيلو ونص صافي او اكتر. ده اللي هو عصاج، تمام؟ انا برضو هوزنه في الاخر وهقول لكم الكيلو طلع قد ايه. دلوقتي انا هروح بقى افرم الحاجه وارجع لكم تاني. خلاص كده يا حبايبي، اهو فرمت الفراخ، اهي الفراخ بعد ما فرمتها، واهو البصل، تمام؟ واهو الجزر طبعا، والبهارات والملح والفلفل، واللي هو اسمه ايه ده،
كده بس صيني. تمام، هنحط بقى شويه زيت صغيرين، شويه زيت كده. والاول بحب اعمل ايه بقى، بحب احط الفراخ اهو، دي كميه الفراخ بعد ما طلعت، بحب احط الفراخ الاول اللي انا فرمتها. تمام، اديها الاول بقى تشويحه كده، وبعد كده اروح حاطه بقيه الحاجه عليها اهي كده تتشوح كده. خلي بالكم برضو الفراخ دي ممكن يتعمل بيها حواوشي فراخ، جربوه تحفه جدا برضو، حلو فظيع. يعني اللي بيحب الفراخ اكتر حوش بقى الفراخ، بحب اعمل كفته الفراخ، الهمبرجر الفراخ، كل ده بعمله بالفراخ دي، بصراحه بيبقى هايل وموفر جدا. وبعدين على الصد برضو عايزه اقول لكم اللي هو صحي، لان هو كله خضار، فلفل وبصل وجزر، فصحي جدا. وبرضو كتري فيه الخضار، مش عشان كمان يكتروا، لا عشان ولادك طبعا ما بيحبوش ياكلوا الحاجات دي لوحدها، فلما بتعمليها في حاجه وما بتبانش خالص طعمه، ما بيبانش خالص. وعلى فكره عايزه اقول لكم اللي هو طعمه بالظبط بالظبط زي اللحمه، يعني ما بتفرقهاش خالص خالص عن اللحمه، بالعكس بيبقى طعمه احلى، انا بالنسبه لي طعمه احلى. وكمان صحي لان الفراخ دهونها اقل، وبتحطي نقطه زيت صغيره جدا، فطبعا بيبقى صحي عن اللحمه، لان اللحمه نفسها الانسجه بتاعتها فيها دهون. تمام كده اهو، اخد تشويحه كده بقى حلوه وفتفتناه كده من بعضه. تمام، هروح حاطه بقى بقيه المقادير، ما احطش الملح دلوقتي، البهارات والملح بعدين لما قرب ما يجي يستوي اروح حاطه البهارات والملح والفلفل. تمام اهو كده، وهي كميه البصل. على فكره كميه البصل بتهيألك كبيره، بس بصي لما دخلت جوه مش كبيره خالص، بالعكس بيبقى حلو جدا. شويه كده اقلب البصل لوحده، وبعد كده ايه لما يتقلب كده ويندمج في بعضه والبصل يقرب برده يستوي شويه، اروح حاطه ايه، اروح حاطه الجزر. تمام، هسيبكم بقى اخلص ده واوريكم احط الجزر امتى. كده بقى خلاص يا حبايبي، اهو العصاك نزل ميه شويه وشربها، وبعد كده دلوقتي هحط له ايه، هحط له الجزر. تمام، حطيت له طبعا انا البصل والفلفل الرومي. طيب عندك فلفل الوان يبقى حلو جدا، انا بصراحه عندي، بس ايه النهارده هعمله من غير فلفل الوان. اهو الجزر شايفين، وبعدين بيدخل بقى معاه الجزر بيدبل، بيدخل معاه ما بيبانش خالص. تمام، وده بقى اهي شويه كبابه صيني اللي قلت لكم عليها، يعني ممكن تكتري، هي مش بتخلي الطعم مش حلو، بالعكس بتخلي الطعم حلو قوي، ولو في اي زفره في الفراخ بتشيلها. تمام وكده، والفلفل الاسود اهو بكتر بقى، احب فلفل اسود انا كتير، والملح طبعا اهو. تمام، وزي ما قلت لكم لو في فلفل الوان يتحط فيها برضو بيبقى هايل. بجد مش عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا والله، جربوه، حلو وخفيف، يعني تحطيه في رقاق، تحطيه في بشاميل، تحطيه في نجريسكو، في لازانيا، في اي حاجه، اي حاجه، في مسقعه، جربته في كل حاجه، بصراحه حلو جدا. انا جوزي بيحب اكتر اللحمه، بس لما بعمله بيقول لي مش فارق، وبيقول لي حلو جدا، حب ده اكتر بصراحه الفراخ، وولادي طبعا حبوه اكتر اهو. بس يقعد بقى شويه 5 دقايق كده كمان يتشرب كله مع بعض ويدخل كله مع بعض، وبعد كده هطفي عليه، هرجع لكم بقى لما يستوي هرجع لكم. وهو ده بقى يا حبايبي العصاج اللي انا عملته، عصاج الفراخ اللي انا عملته، ودي الكميه اللي طلعت، طبعا هيبقى زي ما قلت لكم كميته كبيره وموفر جدا. طبعا ده كيلو ب50 جنيه، كيلو فراخ ب50 جنيه، زي ما قلت لكم اللي هي الشاورما، انت لو جبتي كيلو لحمه هيبقى ب200 جنيه، هتعملي كيلو عصاج ب200 جنيه، ده كيلو عصاج او كيلو وربع او كيلو ونص ب50 جنيه.
ومغذي وطعمه جميل جدا وكله قيمة غذائية، فجربوه، جربوه لاولادكم وان شاء الله هيحبوه. ولو حبيتوا تحطوا الجزر، انا بحب الجزر بس يبان فيه، لو انتوا لاولادكم مش عايزينه يبان فيه حطوه شويه قبل ما يستوي، يعني شويه قبل ما انا حطيته هيدخل جواه مش هيبان خالص. فهو ده فيديو النهارده، وهي دي اول حاجه عملتها لتفريزات رمضان. طبعا هنفرزه، انا بحطه في يا اما في علبه زي ما انتوا عايزين، يا اما في علبه، العلبه على قد الاكله بطلع العلبه. انا عندي علب تابروير، هوريها لكم برضو بعمل ايه. هي دي العلب يا حبايبي، دي اللي بقول لكم عليها بتاعه التابر وير، دي بتاعه الفريزر، دي على قد الاكله. تمام، بحط بقى الاكله كده، بشيلها، انا عندي منها كتير يعني كذا واحده، كل شويه كل ما ينزل عليهم عرض، زي ما قلت لكم كل شهر لما ينزل عرض او كل ما ينزل عرض على العلب دي بتاعه الفريزر. وفي العلب اللي هي دي برضو احجامها اكبر، يعني انت برضو عايزه يبقى اكتر دي، وبرضو ليها الغطا بتاعها لون تاني بس برضو ده بيدخل عليها. تمام، بشيل بقى كده على قد الاكله في الفريزر زي ما وريتكم في توضيباتي للفريزر. جميل جدا، بيعمل لي ده، بيعمل لي تقريبا 5 من دول، او من دول بيعمل لي تقريبا 3، وبشيلهم بقى في الفريزر. بس هو ده فيديو النهارده، وده اول تفريزات رمضان ان شاء الله. ربنا اللهم بلغنا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. ولو حبيتوا بقى يعني المواضيع تفريزات رمضان ابتدي بيها برضو ايه اللي بعمله كده، قولولي وبرضو اعملها لكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك وفي السبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.